تنبغي نشكر لو سات تي في اللي تحت لي الفرصه باش نعبر على الراي ديالي الشخصي فيما يقع داخل فريق الرجاء الرياضي بصفتي كمحب ومشجع لهذا الفريق. فيما يخص السؤال ديالك ما يقع داخل الرجاء، انا تنقول يتجلى في بعض النقاط. النقطة الأولى عدم تجربة. النقطة الثانية عدم أخذ دروس من المشاكل السابقة، ولا بغيتي تقول من المكاتب السابقة، مع احتراماتي لهم جميعا. أولا مسألة أخرى هو أنه في عهد السي رشيد الأندلسي سابقا كانت واحد الأزمة اللي كنا دائما كجمهور بصفة محب ومشجع تنقولوا هاد الأزمة الحمد لله الأزمة في عهد المكتب السابق، واللي كان هاد المكتب السابق محظوظ أنه فاز بجوج الألقاب. كان اللقب الأول هو كأس الكاف، وكان اللقب الثاني هو كأس العرب اللي تتحمل الاسم اللي في قلوب جميع المغاربة، ألا وهو كأس محمد السادس نصره الله وأيده. واللي هذا الكأس صراحة اللي خلى خزينة فريق الرجاء الرياضي انتعش بواحد المدخول مالي مهم، ناهيك ذلك على بيع السي رحيمي وسي مالونغو. الوقت اللي دخلت هذه الفلوس وهذه الموارد المالية للخزينة قلنا الحمد لله أزمة المالية ما بقاتش، ولكن دابا في عهد هذا المكتب الجديد راه ولينا تنشوفوا بأنه ولاو جوج أزمات. الأزمة المالية لأنه تيقول لك أودي ما بقى والو على حسب ما يروج وما يقال، والمسألة الثانية الأزمة الثانية هي تسير، لأنه كما لاحظ جمهور فريق الرجاء الرياضي الوقت اللي كان شفنا كيفاش دازت الانتخابات باش ينتخب رئيس جديد لفريق الرجاء الرياضي، شفنا السي أنيس محفوظ اللي تقدم وعطى البرنامج ديالو، وكنا تنتسائلوا تنقولوا من هاد السيد هذا، ما نظلموش ومن نعطيه فرصة على حسب الكلام ديالو اللي قال بانه انا كنت في المكتب السابق وانا عندي تجربه وفزت القاب. قلنا لما لا، يقدر هذا السيد يزيد فريق الرجاء الرياضي للامام، وعلى حسب الكلام ديالو قال بانه غادي يحط واحد مليار في الخزينه وانه غادي يجيب مدرب في المستوى وانه غيزيد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. بقينا كنا تنتظروا، ولكن هذا الشيء اللي تقال احنا ما شناش على الارض الواقع. افكتيفمون جاب مدرب، ولكن هذاك المدرب اللي جاب اولا ماشي مدرب اللي عنده ألقاب. احنا ماشي فريق لاي مدرب غادي يجي غيبغي يتعلم فينا. ثاني حاجه هو انه الغلط اللي دار كان يخلي سعد الشابي يخليه، لانه دام معك جوج الألقاب. مساله اخرى انه هذا الرئيس اللي كاين حاليا ما حالفوش الحظ. كأس سوبر اللي كانت في متناول ديالنا وضيعناها هكاك، شامبيونز ليغ اللي كنا تنتظروها دائما واللي احنا كجمهور دائما تنغنيو وتنقولوا بغينا شامبيونز ليغ، الجمهور تيطالب شامبيونز ليغ، ها هي مشات بيدينا هكاك. دابا احنا ولينا تا هاد البطوله دخلنا الشك، وباقي كأس العرش اللي تنتمناو انه نفوزوا بهاد جوج الالقاب، لان فريق الرجاء الرياضي ميمكنش، راه فريق اللي تيلعب على الالقاب، ميمكنش هاد العام تكون سنه بيضاء، ميمكنش. والحمد لله فريق الرجاء الرياضي راه الحمد لله راه غادي بجمهوره. اللي بهذه المناسبه تنبغي نحيي جميع جماهير فريق الرجاء الرياضي داخل الوطن وخارج الوطن، لا من لي زولترات، لا من الجمعيات، لا من كل ما هو رجاوي. تنبغي نحييهم على الشجاعة ديالهم وعلى روح الترجوية ديالهم وكيفاش تيساندوا الفريق، وأنا واحد منهم، وكيفاش واقفين مع الفريق. وكاينة واحد المسألة أخرى،
سي رشيد الطوسي اللي قلتي في واحد ندوة صحفية قلتي بأنه الوقت اللي الجمهور سب اللعابة ديالنا فشلوا في رجليهم. هذه ما عمري سمعت شي مدرب في العالم قال هذا الكلام اللي قلتيه. انت مدرب فعلا عندك ألقاب مدرب معروف، وحنا كمغاربة تنبغيو نأيدوا الأطر المغربية اللي تنحيوها، ما غنقولوش الأطر المغربية كلها ماشي في المستوى، ولكن تنبغيو نعطيوها فرصة، تنبغيو تكون حسن من الأجنبي، تعطي حسن من الأجنبي، ولكن تنشوفوا بأن الكلام ديالك بحال تيطيح من الأطر المغربية. كيفاش الجمهور سبنا عيرنا حقا فشلنا في الكرة، اش جاب السبان للرجلين؟ ما يمكنش. هذه ما خصهاش تقال، القى شي حاجة أخرى، شي كلام أخر اللي أولا تحيد منه غضب الجمهور، تقدر تقول ما كناش محظوظين، تقدر تقول الخطة ديالي اللي حطيت ما كانتش في المستوى، لأنه راه السي رشيد الطوسي مع احتراماتي ليك أنا ما غنكونش في المستوى ديالك ولا عندي تجربة في التدريب، ولكن على ما تنشوفوا راه دابا ولا كل شيء ماتيماتيك، ولا كل شيء حسابيا، يعني وليتي تتحط الخطة بالحساب ماشي تقديريا. راه دابا الكرة تطورت والكرة يعني الناس يجتهدوا فيها باش يعطيو، ما غنبقاوش حنا مثلا راه الناس كلهم اللي يعرفوا 4-2 ولا يعرفوا 3-5 الى اخره، هذا الشيء كاع ولا عطينا شي حاجه جديده، عطينا شي حاجه اللي انت يعني تحسب ليك بانك جبتي شي حاجه جديده لفريق الرجاء الرياضي، وتحسب حتى الاطر المغربيه اللي تنفتخروا بها. مساله اخرى تنبغي نشكر المكتب اللي قدم استقالته، اللهم تقدموا استقالة ديالكم دابا في هذه الظرفيه، ولا غتبقاو غاديين في فريق الرجاء البيضاوي اللي غادي يعني لا تحمل عقباه. ومساله اخرى اسمحوا لي غادي ندخل في واحد، الا كانت عندك الفلوس وعندك تسيير، الا كان ما عندكش الفلوس وعندك تسيير يقدر العقل المدبر يخرجك ويقلب لك على حلول، ولكن الا كانوا عندك الفلوس وما عندكش عقل مدبر غادي تخسر كل شيء. أرى لي المشكلة لما كانش عندك لا فلوس لا عقل مدبر راه الهوية. حنا شوف أي واحد، حنا ماشي هنا باش نسبو ولا باش نعيرو ولا باش نطيحو من القيمة ديال أي واحد، راه كل واحد ربي كيفاش أعطاه في العقل ديالو. تنعرف أنا واحد مسألة ما قديتش على واحد الحاجة صافي يا سيدي نحط صويرتات ومشي بحالي، كانت تجربة ما قديتش عليها، ما عرفت كيفاش ندبرها، ما عرفت كيفاش نسير، ما نبقاش بارك في بلاصتي. هاد الاستقالة الجماعية اللي دار هاد المكتب أنا تنحيي عليها، لأنه اللهم يقدم استقالة دابا ولا غادي يبقى غادي بهاد الفرقة ما غنعرفوش فين غادي نمشيو بها. مسألة أخرى، الإنسان إلا بغى يوعد يكون قادر على الوعد ديالو، ماشي توعد وانت ما قادرش، حيت يقول لك ولا يعلم الغيب الا الله، انت ما عارفش راسك غدا اش نكون، قول غادي نقدر نتمنى من عند الله ندير هادي وندير هادي، ولا ما قدرش ندير هادي ندير هادي الى اخره، ولكن باش غتقول انا غنجيب وانا غندير وانا غنفعل وانا غنترك وانا غادي ندير لا. ميساج اخر غادي نقولوا للعابه ديالنا، الاغلبيه ديال اللعابه اللي عندنا اولاد المدرسه، إلا كنتوا ولاد المدرسة فعلا وتتحبوا هذا الفريق أعطيوا ما عندكم، لأن هذا الفريق هذا حتى هو راه أعطاكم سمية، راه بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا الفريق باش تعرفتوا، وتيقول لك الله سبحانه وتعالى جري يا عبدي وأنا نعينك. إلا كنتي غادي عاد تجي يعني أنت وراسك تقدر نلعب تقدر ما نلعبش تقدر ندير لا، ما قديتيش يا سيدي حيد، ما تبقاش في الكوره شوف شي حرفه اخرى. علاش تيقول لك راه الكوره والقرايه راه مهمين، حيت الا ما جابش لك بالقرايه ما جابش بالقرايه سير الكوره واعطي في الكوره، والا ما عطاتكش في الكوره سير دير شي حرفه اخرى. حنا راه تنتعصبوا وتنتقلقوا، ويسمحوا لنا اللعابه الا
الناس تعيروا، لأنه صراحة أي واحد ما غيبغيش والديه يتسبوا وما غيبغيش والديه يتعيروا، ولكن راه إلا أنت عطيت اللي عطيت اللي خصو تعطى راه إنسان غادي يشكرك. اللي تنتمنى من الناس اللي غادي يجيو من بعد هذا المكتب إلى هو مشى، تنتمنى هاد الناس هادو يزيدوا بهذه الفرقة القدام ويزيدوا بهذه الفرقة الأمام ويخليوا هذه الفرقة للأجيال اللي جاية يبغيوها. هذه الفرقة راه عطات للصغير والكبير، هذه الفرقة راه ولات معروفة عالميا، هذه الفرقة اللي جمهورها تيبدع، راه الماتش الاخر مع جديدة يا سلام يا سلام، اش منك يا اغاني واش منك يا شعارات واش منك يا تيفوات. وعباد الله راه ملي تشوف هذاك التيفو راه كيفاش انت ما بغيتيش تبكي؟ راه حنا دابا كبار في واحد السن وتجينا البكيه بالفرحه، تنشوفوا هذاك الابداع وتنشوفوا ديك الجماليه وتنشوفوا داك الشيء، تنقولوا علاش هاد الفرقه ما تزيدش؟ علاش حنا الاهلي ما نربحوهاش؟ علاش ما نديوش هاد الشامبيونز ليغ؟ علاش ما نديوش البطوله؟ وجميع الامور متوفره، كل شيء متوفر، الجمهور موفر لهم الحمد لله الاغاني وتشجيعات ومساله اخرى اللي هي مهمه، وانه قبل كانت ازمه وكما عاود قلت بانه تحطوا مبالغ كبيره في الخزينه، وفي هذيك الظرفيه كانت جائحه كورونا ما كانوش تيرانات تيعمروا، دابا راه ولاو مبالغ تدخل للتيران تقريبا، التيران راه كله تيدور تبارك الله، اللي بي كلهم تيكونوا مبيوعين. اذا راه كاين واحد المدخول، هذاك المدخول ما نقدروش حنا نزيدوا به القدام، صيفتي لعاب جيب لعاب في المستوى، اعطي ما عندك وخلي صورتك تبقى جميله كما الرؤساء السابقين. قول انا راه ما ساعدنيش الحظ، انا راه ما قدرتش نزيد بالفرقه القدام، هادشي اللي نقدر نقول في حق هذا المكتب هذا. ما غادي نقول شي حاجه لانني ما عمري في حياتي ما تنسبش، ماشي يعني ما غنقدروش نقولوا شي كلام خايف حق هاد الناس، ولكن اللي بغي نقول لهم اخر ميساج، الا نتوما ما قديتوش خلي وجهكم نقي وخليوا ناس اخرين اللي قادين بالمسؤوليه انهم يزيدوا الفريق الرجاء البيضاوي القدام، وشكرا لكم.